بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجنا رؤى اتعودنا دايماً إن القرآن الكريم بيصنع في عقول الناس وفي واقع الحياة هداية وأمان وعمران وحضارة وعلوم ومنظومة أخلاق وأن هذا القرآن جاء للناس رحمة الوحي الالهي الخالد الباقي الابدي الازلي المحمل من المولى جل جلاله برسائل الهدايه والعلم والمعرفه وصناعه العقول الى العباد والى العالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. لكن في سؤال بيطرح نفسه واحنا في صدد مواجهه الفكر المتطرف الارهابي بمختلف تياراته ومفاهيمه وفرقه هو ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل علشان انسان يقرا القران ويتحول الى انسان قاتل يتبنى فكر العنف ويحمل السلاح ايه الخلل اللي حصل وخلاه يدخل الى القران اللي الناس بتدخل اليه وتقراه فيملا القلوب سكينه وامان وعلم وبصيره فاذا به عند هذا الانسان المتطرف على وجه الخصوص قد زاده بعدا على بعد وانحرف هذا الانسان في فهمه فبدا يفهم فهم منحرف ان هذا القران يدله مثلا على القتل او العنف او الصدام هو ايه الحجاب اللي تكون داخل عقله؟ ايه المشكله اللي حصلت في وعيه؟ فخلت ادراكه وفهمه للقران مغلوط ومزور ومعكوس العلماء كانوا كانوا بيقولوا الانسان لما بياخد ملعقه من العسل فبيلاقي ان طعم العسل كما هو معلوم عند الجميع وليس محل نقاش ولا خلاف ان طعم العسل حلو بس في حاله معينه من الخلل ووجود مرض معين يجعل الإنسان يتذوق هذا العسل فيجد به مرارة فالعلماء قالوا المصاب بالصفراء المصاب بالصفراء يجد طعم العسل في فمه متغير مرير الله بس ده المادة في نفسها مادة حلوة إيه الخلل اللي حصل في الإدراك عند هذا الإنسان فتحول الشيء الحلو في فهمه وفي إدراكه إلى شيء مر نفس الحكايه بالضبط هو فين الخلل اللي بيحصل في عقل انسان فاذا به يدخل الى القران الذي شانه الهدايه والعلم والعمران والحضاره فاذا بهذا الانسان وحده ينحرف من بين جميع الناس فيحول فهمه للقران الى الخراب والدمار والعنف والقتل والتمكين والصدام الى اخر المفاهيم والمرتكزات اللي كونت عندنا فكر الاخوان وداعش والقاعده الى اخر هذه التيارات. الوقفه بتاعتنا النهارده الرؤيه اللي احنا هنتناولها النهارده ان احنا عايزين نشوف مجموعه الرؤى والمنظورات اللي تكونت في عقل هذه الشريحه من الناس فانحرفوا بالنور وخرجوا منه الى الظلام، ايه اللي بيحصل داخل عقولهم؟ والعجيب والغريب ان احنا لقينا حديث نبوي شريف يخبرنا فيه عليه الصلاه والسلام بامر من دلائل النبوه كيف ان الله تعالى اطلع نبيه الكريم بالغيب والوحي الشريف كيف اطلعه الله تعالى على طبائع البشر ومعرفه اختلاف الامزجه والعقول والافهام كيف ان الله تعالى اطلع نبيه عليه الصلاه والسلام على نمط التفكير والعقول الممتلئه بالنور التي اذا دخلت الى القران الكريم فهمت مراده وازاي ربنا كمان عرض امام البصيره النبويه كيف عرض الله تعالى امامه شريحه من البشر هي التي تنحرف بفهم القران الكريم فتوجد الخوارج قديما في زمن الصحابه ويحملون السلاح وتولد تيارات التطرف في زمننا هذا بهذا الوعي المنحرف عند تلك الطبائع المراه النبويه وقد جل الله تعالى فيها هذه المشاهد حاولنا ان احنا ناخذ منها النهارده جوهره من جواهر النبوه يشرح فيها عليه الصلاه والسلام كيف ينحرف الانسان في فهم القران الكريم فيتحول هذا الانسان الى القتل والتخريب والتكفير والعنف والدماء واسمعوا معايا هذه الجوهره من كلام النبوه عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اتخوف عليكم رجل لما ناخذ التعبير العربي ده وندرسه بطريقه اهل العلم هنلاقي كلمة إنما أتخوف عليكم رجل، أنت عارف الكلمة دي معناها إيه؟ لو حبينا نعبر عنها بالطريقة المعتادة في العامية، كما لو كنت أقول لك أنا مانيش خايف ولا الآن عليك أبدا من أي شيء على الإطلاق قدر خوفي عليكم من رجل وُصِف بالصفات الآتية. طيب، يعني هذا الرجل مصدر خطر شديد لدرجه انه سيدنا النبي يقول: انا ما عنديش ادنى قلق ولا خوف عليكم الا خوفي عليكم من هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات. تعالوا بقى نشوف ايه الصفات اللي موجوده في هذا الانسان. ايه رايكم انه الغريب والعجيب ان اول صفه في هذا الرجل انه رجل اوتي القران. يا خبر اوتي القران ازاي؟ ده احنا تعودنا كده واستقر عندنا ان الانسان الحامل لكتاب الله الحافظ للقران الكريم احنا تعودنا انه يكون مصدر بركه وامان ورجل صالح ومن اهل القران فاذا بحاله معينه من الحالات يتحول فيها الرجل الحامل لكتاب الله ليس فقط الى مصدر خطر وخوف وقلق بل الى الدرجه العليا والذروه من درجات الخطورة التي يتخوفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى البشرية كلها شوف بقى صفات هذا الرجل نمرة واحد قرأ القرآن نمرة اثنين حتى رؤية بهجته عليه يا يعني ده مش بس واحد قارئ للقرآن قراءة معتادة ده واحد فضل على مدى سنوات يقرأ القرآن الكريم ويخالط انوار القرآن الكريم حتى رؤيت عليه بهجة القرآن، يعني بقيت لما تشوفه تلاقي سمت صالح، سمت مخبت، عليه مظهر الخشية فتقول يا سلام ايه النور ده؟ ايه الجمال ده؟ شوف ومع ذلك سيدنا النبي يقول لك خلي بالك احيانا يوجد من بين هذه الشريحة شخص يمثل اقصى درجات الخطورة، نمرة واحد أوتي القرآن. نمرة اثنين رؤيت عليه بهجة القرآن نمرة ثلاثة وكان ردءا للإسلام ردءا للإسلام يعني إيه ردءا يعني حامل حمى يعني متحمس يعني منتمي يعني شديد اللهج والكلام في قضية الإسلام زي ما ربنا في القرآن الكريم على لسان سيدنا موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يا أن يصدقني يعني حامل حمى يعني حصن يعني قوي يعني سد يعني شديد الغيرة الله بس خلي بال حضرتك بالله عليكم لو أنت لقيت قدامك إنسان أوتي القرآن ورؤيت عليه بهجة القرآن وهو شديد الغيرة على الإسلام هل من الوارد في وعيك وفي حسبانك أن يتحول هذا الإنسان إلى مصدر خطر؟ الإشكال إنه وقفش عند كده يا ريت وقف عند هذه الصفات الثلاثة وكان بقى تاج كلنا وكان بقى هو المعتاد اللي إحنا عارفينه من حملة القرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم لكن بدأت تحدث مرحله تحول انحراف تغير ام سيدنا النبي يقول لك ايه حتى اذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للاسلام غيره الى ما شاء الله غيره يعني بدا يتزحزح بالتدريج عن المرحله الاولى اللي هي مرحله الهدايه والنورانيه حتى بدا ينحرف ويتورط في مرحله اجملها ولخصها سيدنا النبي في كلمه واحده وهي مرحله التغيير الانحراف في الفهم دي المرحله رقم اتنين يا ترى يا هل ترى ايه اللي ترتب على هذا الانحراف والتغيير انه بدات تحدث عندنا المرحله الثالثة الشديده الغرابه اللي سيدنا النبي بيقول فيها حتى اذا رؤيت عليه بهجته وكان ردئا للاسلام غيره الى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك ولذلك قدام حضراتكم اهي خريطة فيها المراحل الثلاثة المرحلة الأولى اللي كان فيها هذا الإنسان رحمة ونور ويريت وقف عند هذا الحد المرحلة الثانية مرحلة التغيير المرحلة الثالثة اه في الجدول مرحلة أنه مال على جاره بالسيف ورماه بالشرك واسمحوا لي أن احنا نكمل شرح هذه الظاهرة الشديدة الغرابة لكن بعد الفاصل اهلا بكم وبنكمل الفكره العجيبه والغريبه والتحذير النبوي الشريف من نموذج انساني شديد الخطوره يفسر لنا ظاهره التيارات المتطرفه المتاسلمه اللي موجوده النهارده واللي هي تجديد واحياء واستمرار لمنهجيه وطريقه الخوارج اللي كانوا موجودين ايام الصحابه رضي الله تعالى عنهم والغريب في شان هؤلاء الناس ان سيدنا النبي لما حذرنا من الخوارج وصفهم لينا بوصف عجيب شويه، بيقول لك يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم، الله، يعني ده انسان شديد التقوى وشديد العنايه بكثره الصلاه والاقبال على ربنا، يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم، وقيامه الى قيامهم، يقرؤون القران، لكن خلي بالك فين بقى الحاجز اللي حصل؟ فين المشكلة اللي حصلت قال لك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني ألفاظ وعبارات وتراكيب تتكرر على الألسنة لكن بينه وبين منهج الفهم وأدوات الفهم والمفاتيح اللي تخليه بيفهم القرآن كما أراده الله هنا بتبدأ تحصل مشكلة كبيرة ولذلك تعال نشوف مرة تاني مع بعض المراحل الثلاثة دول مراحل التحول اللي حصلت دي أهي قدام حضراتكم على الشاشه المرحله الاولى كان فيها انسان بركه وطيب وكل خير وبركه وصاحب قران لكن بدا يعطي نفسه حق الفهم والتاويل للنص من غير ما يمتلك ادوات الفهم اللي لا يمكن ان يدرك الانسان ادراك صحيح الا بيها المرحله الثانيه سيدنا النبي لخصها لنا في كلمه غيره الى ما شاء الله مرحله التغيير بدايه الانحراف المرحله الثالثه تحول فيها هذا الإنسان إلى قاتل يحمل السلاح يسعى على جاره بالسيف ويرميه بالشرك اللي يقارن البداية اللي الإنسان ده بدأ بيها إنسان أوتي القرآن ورؤية عليه بهجة القرآن وهو ردء للإسلام ويقارن هذه البداية المنيرة المشرقة المشرفة بالنهاية المأسوية التكفيرية المظلمة يجد العجب العجاب هو ايه اللي حصل؟ ايه الرحله اللي قطعها هذا الانسان فتحول من رجل حامل للقران الكريم كلنا نجله ونحترمه الى رجل تكفيري وقاتل يكفر الناس. الحقيقه انه الاشكاليه كلها في المرحله رقم اثنين دي اللي هي كلمه غيره. يعني ايه غيره؟ هل معنى غيره انه هيغير الفاظ القران الكريم وحروفه وكلماته؟ حاشا لله ما يقدرش لا يستطيع لان هذا الوحي الشريف والقران الكريم محفوظ بحفظ الله جل جلاله واحنا كلنا حافظين الايه الكريمه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يبقى التغيير اللي سيدنا النبي بيتكلم عنه ليس تغييرا في السور والايات والكلمات والحروف المشرفه بل التغيير بدايه حصول انحراف في فهمه يحاول أن يفهمه من غير ما يمتلك مفاتيح الخزائن بتاعة القرآن الكريم ولذلك شوفوا حضراتكم أهو هنبدأ ننقل لجدول تاني وخريطة تانية نلاقي فيها الآتي إيه اللي بيترتب على المرحلة الأولى اللي اللي عاشها أوتي القرآن ورؤيت عليه بهجة القرآن وهو ردء للإسلام اللي بيترتب عليها إنه أمره يبقى ملتبس عند الناس الناس تبقى في حيرة منه والواحد يقول إزاي دول ناس بتعرف بنا، ده إنسان بيقرأ القرآن، ده بيستشهد بآية أو حديث، فما زاد حفظه للقرآن في هذه المرحلة إلا أنه تسبب في حدوث حالة من الحيرة والجدل واللغط والاشتباه في أمره تجعل الناس في حالة حيرة، طيب إيه اللي بيترتب على المرحلة الثانية غيره إلى ما شاء الله إنه زي ما قدام حضراتكم اختلت عنده منهجية الفهم. طيب ايه اللي بيترتب على المرحله الثالثه مال على جاره بالسيف ورماه بالشرك اللي بيترتب عليها انه من هنا تولى التيارات العنف والتطرف والتكفير من الخوارج قديما ايام الصحابه الى مختلف التيارات اللي موجوده عندنا دلوقتي ولذلك شوف الجدول اللي بعدها المرحله الاولى اوتي القران بس خلي بالك انا معلم بالاحمر اهو من غير وجود منهج الفهم طيب رؤيت عليه بهجة القرآن وكان ردء للإسلام يعني بداية بريئة تؤدي إلى شدة الالتباس المرحلة الثانية غيره يعني اختلال منهجية الفهم مين أبرز مثال وشخص أقدر أضرب به المثل في أنه كان يحفظ القرآن الكريم لكن اختل منهج الفهم عنده نقدر نضرب مثال بحسن البنا بسيد قطب بأبو الأعلى المودودي بأبو بكر البغدادي بعشرات من الرموز والشخصيات والكتابات اللي ظهرت عندنا خلال سبعين تمانين سنة فاتت وأدي لحضراتكم مثال حسن البنا اتولد سنة 1906 بعد وفاة الشيخ محمد عبده بسنة وأعلن تأسيس جمعية الإخوان المسلمين كجمعية رسمية في الشؤون الاجتماعية سنة 1928 يعني انت اخد بال حضرتك انه كان سنه كام سنه من اطرح سته من 28 يعني يا دوب كان سنه 22 سنه 22 سنة ده كان عمره يوم ما أعلن تأسيس الإخوان كجماعة رسمية يعني الفكرة بتختمر في, في دماغه قبلها بكام سنة كمان قبلها بثلاث أربع خمس سنين قول ثلاثة بس يعني كان سنه 19 سنة يوم أن ولدت الفكرة في ذهنه كان سنه 19 سنة راح يعرض الفكرة على جيل أساتذته فأنكروها جميعاً من الشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار العلماء والشيخ الحصافي والشيخ طنطوي جهري كبار العلماء المتمكنين المتمرسين لما سمعوا طريقته في الفهم والتحليل أدركوا أن هذا الفهم مختل أننا بصدد ونرى أمام أعيننا ميلاد شخصية ستحدث جدل وإشكال وتطرح مفاهيم ملتبسة تلتبس عند الناس لأنها أتت على يد رجل قرأ القرآن الكريم وعاش معه زمن طويل طيب المرحله الثالثه مال على جاره بالسيف ورماه بالشرك نقدر نقول انها بدات تتحول الى كل تيارات التطرف الموجوده اللي بترفع رايه التكفير وحمل السلاح اللي منها الاخوان والقاعده وداعش وبوكو حرام وتنظيم الفنيه العسكريه عندنا في السبعينات وتنظيم التكفير والهجره والجماعه الاسلاميه وتنظيم الجهاد واقول لحضراتكم مقارنه عجيبه شويه تنظيم القاعده ايه ملخص الانشطة اللي عملها من يوم ما ظهر الى الان رمي الناس بالكفر وحمل السلاح والتسبب في احداث عنف وخراب ودماء يعني هم الشعارين اللي سيدنا النبي تكلم عنه مال على جاره بالسيف ورماه بالشرك داعش ايه ملخص الانشطه اللي عملتها؟ هل قدمت للناس علم وامان وحضاره وحفظ للاوطان وعمران وتمدن وانسانيه واخلاق ولا ملخص انشطتها ترد جميعا الى رفع رايه التكفير وحمل السلاح في وجه الناس؟ الاثنين اللي, اللي سيدنا النبي لخصهم. طيب نقدر ننقل من هذه القضيه الى ان مواريث النبوه اتعودنا احنا خلال السنين اللي فاتت انه نقول سيدنا النبي ترك فينا امرين لن نضل بعدهما ابدا كتاب الله وسنه نبيه. على فكره هنا لبس وخطا، نعم سيدنا النبي ترك لنا امرين بس مش الكتاب والسنه، الكتاب والسنه حاجه واحده الوحي النص الشريف لكن الحاجتين اللي سيدنا النبي تركهم الكتاب والسنه دول حاجه الوحي الشريف والحاجه الثانيه على طول منهج الفهم. يعني سيدنا النبي كما علم الناس القران الكريم وحفظهم اياه لقنهم على مدى سنوات ومن خلال مواقف وقصص كثيره علمهم ازاي ياخدوا ايه من سوره ويفهموها على ضوء ايه في سوره تانيه كيف يحمل المطلق على المقيد كيف يفهم العام من دلالات القرآن على ضوء الخاص كنا بنسمع خبراء الدستور سيادة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان الخبراء المتمكنين من الدستور يقولوا الدستور يا جماعة ما ينفعش نقرأ منه مادة واحدة بس على حدة بل الدستور يقرأ كله قراءة واحدة كالجملة الواحدة إيه رأيك لما بدأنا نرجع ونراجع كلام العلماء من القرن الثاني والثالث سواء أبو علي الفارسي كما نقول ابن هشام أو الفخر الرازي أو سعيد بن جبير أو غيره وجدنا العلماء يقول من آداب تفسير القرآن أن يقرأ كالجملة الواحدة حتى يفهم بعضه على ضوء بعض بما معناه أن سيدنا النبي ترك لنا القرآن ومنهجية الفهم منهجية الفهم دي معناها علم دراسة معناها علوم تدرس في مدارس العلم المختلفة يبقى فين الآفة والمشكلة اللي وجدت عند هذا الرجل اللي قرأ القرآن ثم تحول إلى مصدر خطر؟ إنه أخذ واحد من الأمرين، كما لو كان ربنا أعطاه عينين لكنه ينظر بعين واحدة، كما لو كان ربنا أعطاه جناحين لكنه يحلق ويطير بجناح واحد، لن يستطيع أن يرتفع، لا يستطيع أن يرى رؤية واضحة بعين واحدة. سيدنا النبي ترك لنا القرآن الكريم ومنهجية الفهم فإذا بهذا الرجل أخذ القرآن الكريم وحده وليس له في منهجية الفهم أدنى نصيب مما أدى به إلى الانحراف في الفهم وبدأ يخرج من هذا القرآن الذي هو رحمة وأمان وراحة فإذا به يتورط في فهم العنف والتكفير ولذلك حضرتكم اسمحوا لنا بعد الفاصل ننقل إلى نقلة أخرى ستربط كل هذه المفاهيم بأمر واقعي نعيشه مع بعض النهارده لكن نتكلم عنه بعد الفاصل بعد لحظات اهلا وسهلا بكم بنكمل مع بعض المسيره في دراسه هذه الظاهره العجيبه اللي سيدنا النبي اخبرنا عنها وحذرنا منها الانسان العجيب الغريب دل قرا القران ورؤيت عليه بهجه القران وكان ردءا للاسلام واخل بالمنظومه فقرا القران وحده من غير ما ياخذ ويحصل منظومه العلوم ومنهجيه الفهم ادى به هذا الى ان يتورط في الانحراف وتغيير المعاني والدلالات وان يبتكر ويخترع من عند نفسه مفاهيم مغلوطه مشحونه محمله بالعدوان والميل والصدام ثم يلصق هذا بالقران الكريم طيب يبقى احنا عايزين نرجع مره ثانية علشان نحصن الاجيال اللي جايه ونعيد الاتزان الى المنظومه لابد من ان نعيد رسم الخريطه من جديد ولذلك انا بفكر حضراتكم هو تعال نشوف مره ثانية مع بعض هذه الشريحه اللي بتتكلم عن مواريث النبوه يعني الدين هنلاقيها مركبة من حاجتين يعني نعم سيدنا النبي ترك فينا أمرين بس مش الكتاب والسنة بس دول حاجة واحدة الكتاب والسنة في جانب وفي الكفة الأخرى من الميزان منهجية الفهم الشريحة اللي بعدها بدأت تفصل شوية مواريث النبوة اللي هي الدين عبارة عن نصوص الوحيين الشريفين القرآن والسنة طب منهجية الفهم مجموعة الآداب والقواعد والضوابط والأعراف والمنهجيات والمسالك اللي سيدنا النبي علمها للامه بدات الامه المحمديه من خلال العلماء عبر التاريخ تعتني بها وبتدريسها وتنشئ لها مدارس العلم حتى بدات تتحول منهجيه الفهم الى شيء يعرف بين ايدينا النهارده بالازهر الشريف في مصر ويعرف في تونس بجامع الزيتونه ويعرف في المملكه المغربيه في مدينه فاس بجامع القرويين وجامع الازهر في ظل الف سنه يعلم العلم يعني امين على منهجية الفهم كذلك جامع الزيتونة تقريبا ألف سنة كمان كذلك جامع القرويين في فاس يوم ما كنا احنا في الازهر بنحتفل بالعيد الالفي كانت المملكة المغربية بتحتفل بمرور 11 قرن على بداية التعليم في جامع القرويين في فاس والرئيس جمال عبد الناصر بعت يومها وكيل الازهر مندوبا عن مصر وعن الازهر للمشاركة في احتفالات المملكة المغربية بمرور 11 قرن على جامع القرويين كان جامع القرويين بيعلم الغرب الافريقي كله، كان جامع الزيتونه بيعلم التوانسه والليبيين والجزائريين وكل الناس دول كانوا بيرجعوا ييجوا الازهر وياتي اليه الناس من الشام ومن العراق ومن اليمن ومن الملايو لكي ياخذوا منهجيه الفهم المنقوله والمصونه والمحافظ عليها اللي هي الركن الثاني من اركان الهدايه بجوار النص الشريف القران الكريم والسنه النبويه. طيب يبقى إذا منهجية الفهم دي تحولت إلى مدارس العلم الأزهر الشريف إحنا بنتكلم عنه قبل أن يتسرب شيء من الخلل في طريقة صناعة العلماء في الأجيال الأخيرة لكن ما زال الأزهر الشريف العقل العلمي فيه ما زال قادرا على أن ينظم وينسق ويعيد تخريج العلماء اللي زي الشيخ الشعراوي اللي زي الشيخ عبد الحليم محمود من الأمناء على العلم واللي يملوا الدنيا نور ويمثلون الاتزان والمواجهه لكل نموذج متسلل ومتسرب الى محاوله تفسير القرآن الكريم من غير امتلاك ادوات الفهم. طيب تعالوا ناخد الشريحه دي اللي هي شريحه طريفه شويه. مواريث النبوه اللي هي الدين احنا بنكمل على اللي فات نصوص الوحيين الشريفين هذا الرجل اللي مثل مصدر الخطر اللي سيدنا النبي حذرنا منه يأخذ كام في هذا الجانب يأخذ عشرة من عشرة لأنه أوتي القرآن ورؤيت عليه بهجة القرآن وهو ردء للإسلام يعني هو في هذا الجانب يأخذ عشرة من عشرة على طول طب الشق الثاني العين الأخرى الجناح الآخر للطائر منهجية الفهم يأخذ فيه كام من عشرة يأخذ صفر من عشرة زي ما احنا حطيناها في الجدول قدام, قدام حضراتكم بما يجعلنا نخرج الى معادله رياضيه بسيطه وسهله زي العمليات الحسابيه الاوليه القران الكريم اهي في الشريحه قدام حضراتكم القران الكريم زائد منهجيه الفهم تساوي الهدايه تساوي الحضاره تساوي الامان تساوي الرحمه للعالمين تساوي وانك على خلق عظيم تساوي فبما رحمة من الله لنت لهم، تساوي ولقد كرمنا بني ادم، تساوي ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، تساوي ان الله كتب الاحسان على كل شيء، يبقى القرآن الكريم زائد منهجية الفهم يساوي الهداية والحضارة والامان. طيب المعادلة الثانية القرآن الكريم ناقص منهجية الفهم تساوي الخوارج، الاخوان، الدواعش، بوكو حرام، تنظيم التكفير والهجرة تنظيم الجهاد التنظيمات المسلحة على اختلاف أشكالها وألوانها وتساوي كمان رجل أوتي القرآن ورؤيت عليه بهجة القرآن وكان ردءا للإسلام دخل واغتر بهذه المعايشة للقرآن فظن أنها تكفي وتكفل له القدرة على الفهم والتفسير فانحرف بالفهم فآلت به المسيرة إلى أن يكون رجل يحمل السلاح ويرمي الناس بالشرك ولذلك احنا في الوعي الشعبي في وجدنا كلنا مع بعض اتعودنا ان احنا لما نسمع واحد فهمه للدين مختل كنا بنطلق عليه كلمه صغيره اوي لكن قد ايه هي كلمه شديده العمق وتعبر عن الوعي العميق للعقليه المصريه وانها عقليه فهمه اوي فهم بعمق لما كنا بنلاقي انسان بيلخبط بهذه الطريقه او يتكلم في دين ربنا بكلام مش موزون رغم انه كثير القراءه للقران كنا على طول نعبر بالتعبير الاتي ونقول لا ده واحد حافظ ومش فاهم يا خبر قد ايه الكلمه البسيطه دي اللي كنا بنتداولها احنا في وعينا الشعبي بهذه السهوله وبهذه البساطه، ايه راي حضراتكم انها معبره عن ملخص الحلقه بتاعتنا النهارده كلها، يعني سيدنا النبي كانه بيقول انما اتخوف عليكم رجل حافظ ومش فاهم، لانه لما كان حافظ اغتر بوجود الحفظ وظن ان الحفظ يكفل له صحه الفهم وما تعبش نفسه في تحصيل العلم واغتر بكل هذه الأمور فدخل إلى تفسير القرآن بالكبر وبالاقتحام على حرمة القرآن الكريم فكانت النتيجة المأسوية والمريرة والمظلمة والمدمرة أنه خرج في نهاية الأمر يكفر الناس ويحمل السلاح إيه اللي بيترتب على كده؟ بيترتب على كده عدد من الآثار السلبية والجانبية أول أثر قال الله تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك انتوا يا جماعه عارفين ايه الاثر المباشر اللي بيترتب على وجود مثل هذا الرجل الاثر المباشر هو الالحاد لما يخرج انسان يكثر الاستشهاد والتلاوه للقران الكريم ثم ينحرف بالفهم لانه حافظ ومش فاهم فيخرج وينحرف في النهاية إلى تكفير الناس ورميهم بالشرك وحمل السلاح وهو في كل ذلك شديد الحرص على أنه فهم صح أنا بقول صح إزاي ما أقولش الكلام ده صح وأنا لي أربعين سنة بقرأ القرآن الكريم أنا اللي فاهم صح وإنتوا اللي أعداء للدين إنتوا اللي أعداء للقرآن إنتوا اللي مش عايزين كلام ربنا يمشي ما بين الناس كلام ربنا هو الوحي الشريف الهادي المنير الذي يملا القلوب علم ونور ومعرفه بس اللي انت بتقدمه مش القران الكريم انت تقدم فهمك المنحرف للقران الكريم وتصر على انه هو والقران سواء فاذا بالنتيجه المباشره ان تنشر في دنيا الناس الخراب والرعب والنسف والتفجير وتصدر هذا باسم الدين فتحول الدين اللي ربنا أراد أن يكون رحمة تحوله في نظر الناس إلى مصدر من الرعب تصد الناس عنه يثقل على قلوبهم تنقبض منه صدورهم كلما سمع كلمة فيها رائحة الدين انقبض منها لأنه لم يتعود منكم يا معشر من تكثرون الحديث عن الدين إلا أنكم في غاية الغلظة والفظاظة وأن الأفهام المنحرفة التي قد تصدرونها للناس بخطاب هادئ ولطيف وجميل مزين بآيات وأحاديث إلا أنه يحمل في فحواه وفي عمقه الانحراف الذي لخصه الجناب النبوي في أنه تغيير لمعالم الوحي الشريف نتيجة اختلال وانهيار وعدم عدم وجود منهجيه الفهم التي هي الجناح الثاني للطائر او العين الاخرى للانسان المبصر. الخلاصه انه يا جماعه القضيه كلها والاشكال كله يرجع مره اخرى في النهايه الى هذا الرجل اللي حافظ ومش فاهم، احذروا حذرا شديدا من اي انسان يدعي العلم والمعرفه ويصدر للناس مجموعه من المفاهيم المنحرفه، طب فين المعيار؟ افرق ازاي؟ ايه اللي انا اعرف بيه الفرق ما بين اتنين قدامي بيقرأوا القرآن واحد منهم مصدر خطر زي ما انت بتقول وواحد فيهم مصدر امان لانه يحمل مواريث النبوة العلماء قالوا المسطرة الترمومتر المقياس المعيار اللي احنا نقيس عليه ايه المجمل اللي ترتب على اداء كل واحد من قرأ القرآن وعاش به فترتب على ادائه امان واستقرار وحفظ للاوطان وشيوع للرحمه احنا كلنا معاه من قرا القران الكريم فحوله الى حروب وصدام وخراب ودماء وعنف فالقران الكريم منه بريء واسمحوا لنا باكمال المسيره مع ظاهره اخرى واشكاليه اخرى نضعها مع بعض تحت المجهر وتحت الميكروسكوب علشان نفحص تضاريسها عن قرب ونرى من اين سرى الخلل حتى نقوم بواجب المواجهه والتفنيد والتحصين والحمايه لبلادنا واوطاننا ونذود عن حمى القران الكريم ان تلصق به هذه الظلمات والاوهام والافهام الحائره ونلتقي في حلقه قادمه من برنامجنا رؤى وفي امان الله.